السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة ماما أدنان. اليوم إن شاء الله من المطبخ المغربي الحدقة غادي نوجدوا واحد الحلوى تاريخية قديمة بزاف اللي كانوا كيديروها جدودنا والعائلات اللي كنا نمشيو هكا لعندهم كنلقاوهم دايرينها يوم عيد يوم اسبوع ديال رمضان في بزاف الحوايج. الحمد لله غادي اليوم ان شاء الله غادي نحيي هاد الحلوه هادي وغادي نديرها لكم. كي كتشوفوا مقادير بساط بزاف بزاف، ماشي شي حاجه اللي كتكلف. وهنايا ان شاء الله غدا نبدا ان شاء الله باذن الله غنوريكم الطريقه ديال هاد الحلوه هادي. ان شاء الله هنا غدا نعبر واحد نص كيلو ديال الدقيق الممتاز كي كتشوفوا، فورس عادي ولا فرينه اللي عندكم مزيانه كتصيبوا بها المسمن ولا الحلوى ولا تكون شي حاجه اللي مزيانه كنصيبوا بها نيت هاد الحلوى هادي. هاد الحلوى خواتاتي عزيزه عليا بزاف بزاف بزاف، وصراحه الله شحال ما بقيناش كنديروا هاد الحلوى هادي. اليوم ان شاء الله غدا نديرها معكم ونوريكم المقادير ديال هاد الحلوى والطريقة في نفس الوقت. يا ربي كنتمنى تقبلوا عليا وتشاهدوا الفيديو حتى الاخر يا ربي. كي قلت لكم هنايا ان شاء الله انا بغيت ندير نص كيلو ديال الفورس، ماشي بزاف، غدا ندير نص كيلو. بصح هاد النص كيلو كيخرج واحد الكمية اللي كبيرة، 500 غرام. غادي ندير 500 غرام ديال لافارين كي كتشوفوا انتوما، نحط لكم باش يبان 500 غرام نيشان ديال الفورس، ما كنزيدش عليها شي حاجه اخرى، ما نزيد عليها حتى شي حاجه اخرى. غندير 500 غرام ديال الفورس وغدا ان شاء الله بحول الله هذه غادي تخرج لي كميه كبيره. غدا ان شاء الله ندير القليل من الملحه ضروريه. غدا ندير ساشي ديال السكر فاني. السكر فاني تا هو كيعطي واحد اللمعه، واحد التحمير، واحد الدقرميله باش يتقرمل. غدا ندير بيضه واحده وغادي ناخذ غير الصفر ديال البيضه، ما غاداش ناخذ البيض حيت هذاك البيض كيخلي لينا كيدير لينا الكشكوشه في الزيت. ملي كنبداو نقليو هاد الحلوه غي يبقى ديك الكشكوشه طالعه وما كتبقى تبان لكم لا حلوه لا حتى شي حاجه. بفوالا انا هنايا غدا ندير القليل من الخل باش يهرس لي داك الكو ديال البيض ما يخليش مزفر. غدا ندير القليل بعد القطرات وغدا نجمعها بالماء اللي غيكون دافي، ماشي سخون بزاف وماشي بارد. ملي ان شاء الله غدا نعجنها غدا نقطعها قطع صغيره على حساب الغرف اللي عندي، واللي بغى يديرها في الكاسرونه راه يقدر يديرها حتى في الكاسرونه، غير هي يديرها شويه كبيره باش تجي على قد الحجم، ولكن الا جات عاوتاني كبيره بزاف ما كيلاش. هنايا انا درت شويه ديال الماء وغدا ندمجو مزيان باش يذوب ليا داك السكر ومع ديك الصفر د بيضه والخل والملحه، غيدمجو مزيان باش يذوب ليا داك السكر اللي درت ديال الفاني خصو يذوب. هنا انا غدا نعجنها وبقاو معايا. Thank you.
وخليتها ارتاحت شويه كي كتشوفوا. غدا ندوز باش ندهن البلاطو ديالي بشويه القليل من الزيت، وغدا نبدا نقطع فيهم كريات صغيورين ونحط حتى نكمل الكميه. كي كتشوفوا راه ما كبير ما صغير الحجم ديالهم، ولا بغيتو تشوفوا شحال بغيت شحال غندير فيهم نوريكم شحال غيكون فيهم. انتم هنا كيفاش كتشوفوا ما بين 28 27 28 غرام، يعني راه ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف، يعني كيبقاو على هذا الحجم هذا صافي. وانا غدا نحط الميزان عادي، غدا نحط الميزان وغدا نبقى انا عيني ميزاني نفس الكره اللي درت، غدا ندير الباقي كامل هكذا ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا هذا هو الغراف، هذا هو الغراف اللي غادي نطيب فيه الحلوه. هذا الغراف اخواتاتي راه جبته معايا من المغرب، جا حارق مسكين حتى هو في الفاليزه، جبته من المغرب شريته من سيد رحال، من المهرجان ديال سيد رحال. يعني صافي غير شفته صافي وانا ناخذه شحال وانا كنقلب على هذا الغراف هذا وما لقيتوش. ايبا فوالا هذا هو الغراف اللي بغات دير حلوه الغراف، هذا هو الغراف. راه ولاو مصايبين هكا بكري ما كانش عندهم الليد، ودابا صايبوا ليهم هاد الليد هذا، ولات شي حاجه اللي زوينه بزاف. صافي انا هنا غدا نبدا نقطع في الكريات حتى نكمل كاع هاد الخبز اللي عندي. Thank you.
فوالا هنا من بعد ما كملت الكرات اللي عندي ديال العجينه كي كتشوفوا دهنتهم القليل من الزيت صافي. وغادي نغطيهم بالفيلم مزيان بالفيلم مونتير باش ما يضربهمش البرد ويقشبروا، حيت الا ضربهم البرد كيولي فيهم واحد القشره ما كيجوش زوينين في التكراس. وهذا غادي نغطيهم وغادي ناخذ لهاد الغراف هذا غادي ندير فيه الزيت وغادي نديرو يسخن ونقص عليه البوطه مزيان وغادي نديرو يسخن ونرجع معاكم. انا هنايا غنخلي هاد القصريه هادي غنقرص فيها وصافي، وغادي ندوز باش ندير الزيت يسخن وغنقص عليه شويه البوطه. وكي كتشوفوا ها حنايا هنايا بعدا غادي نشرب قهيوتي، غادي ندير واحد القهوه بعدا نشربها ونشرب القهوه وعاد ندوز باش نطيب هاد الحلوه هادي. وما كرهتش هاد الحلوه كون كانت طايبه وناخذ وحيده مع هاد القهوه هادي، صراحه الله كتعجبني بزاف. مهم هنايا انا دست باش نطيب كي كتشوفوا وجدت الطبسيل، وجدت الغراف غندير فيه الزيت، وجدت القطيب، وجدت العجينه، كلشي حطيته حدايا، سكر كلاصي كلشي يعني وجدته حدايا في الجنب ديالي. هنايا ان شاء الله غادي نكب نكب الزيت للقليان، وهنا ما غاداش نكثر الزيت حيت الا كثرت الزيت الا درنا الحلوه غادي يفيض. انا غنوريكم القياس ديال الزيت فين خاصو يكون، ما خاصوش يفوت هاد الشرطه الاولى، شتو الشرطه الاولى ما خصوش يفوتها، خصو يكون قد هاد الشرطه هادي حيت الا طلعتو الزيت الفوق كيفيض، ملي كديروا العجينه كتفيض. فوالا هذا يعني الطريقه اللي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. وهنا كنستعمل هاد السكر كلاصي هذا باش نزين الحلوه ديالي. صافي غنحطو حدايا وغندوز ان شاء الله لسميتو، غدا ندوز ان شاء الله دابا المرحله ديال القليان. هنا نقرصوا العجينه مزيان، خاصها تكون رقيقه ما تبقاش غليظه بزاف، الا بقات غليظه بزاف كتجي ما تجيش زوينه. قد ما رققتوا العجينه ماشي مشكل، واخا تقطع ليكم وداكشي راه ماشي مشكل، ماشي زعما العجينه حقها خسرات ولا لا، بالعكس هي المهم خاصها تكون رقيقه، العجينه خاصها تكون رقيقه. مي واخا تقطع راه ماشي شي حاجه اللي كراف. صافي كنقطع العجينه هكا مزيان، كنقطعها كنرميها في سميتو، كنرميها في الزيت وكنحاول على يديا باش ما يمشيوش ليا في سميتو، فاش ما يمشيوش ليا في هذا في الزيت ولا شي حاجه وتحرقوا ديروا اتونسيون. صافي فوالا انا هنايا درت الفيديو شويه زيتو كي كتشوفوا الاولى راني درتها، ولكن ما حيدتها حيت رميتها في الزيت بارد وما ما عجبتنيش، يعني شربت الزيت وخص الزيت يكون سخون باش ما تشربش الزيت، الا كان الزيت بارد كتشرب الزيت وكتجي خايبه. انا حيدتها ودابا هنا ان شاء الله غادي نشوفوا معايا الطريقه ديال الطياب كيفاش غيجي. خليكم معايا وفرجه ممتعه ان شاء الله. انا هنا شديت هاد الجراره هادي ولا هاد الناعوره وغادا ندير في العجينه، غندير فيها خطوط ولا بالموس كيما بغيتو، ماشي بالضروره تكون هاد الجراره ولا
غير بالموس وتتقطعوه باش كتجي زوينه، كتجي ما تجيش مجموعه يعني، كتعطي واحد المنظر اخر في الورده، كيجي زوين. هنايا درت واحد البابيي زهنايا باش داك الزيت يشرب وداكشي ما يبقاش، باش تشرب شويه من الزيت حيت هي راه مقليه غير في الزيت. فرشت ليها الكعيط صافي، وغنبدا الطريقه ديالي هي غنقرص ونقلي ملي نحيدها من الزيت نسقطرها مزيان وصافي، ونخليها غير واحد شويه وندير عليها سكر كلاصي. انا هنا شديت هاد العويدات هادو ديال الشويا باش كنشويو فيهم الحاميتو، هما اللي غادا نقلب بيهم، هما اللي غادا نهز بيهم الحلوى وهذا من الزيت، حيت ما عنديش واحد هذاك القطيب عنده هكا الراس عوج ولا باش يهز ليا الحلوى، ما عنديش. انا دهزيت غير بهاد العويدات، هما اللي غادا نكمل بهم الحلوى. المهم ما تديوش على الحلوى الاولى، هذه كتكون من تجربه في الزيت الاولى، كي كتشوفوا ما جاتش زوينه. ايوا دابا شوفوا، المهم الحلوى الاولى راه ما جاتش زوينه، ودابا هذا الزيت سخان وداكشي ولا داكشي كيبان مزيان دابا. انا كنوصيكم ملي تبغيو ترميو ما ترميوش كلشي في دقه واحده، تلقوه في دقه واحده، حيت الا طلقتو كلشي في دقه واحده بحال كتسدو داك الغراف والزيت كيطلع بزاف. حاولوا تهبطوا، نتوما غادي تهبطوا غير بشويه حتى كتغبر كامله في الزيت صافي. انا غدا نكمل على هاد الطريقه ان شاء الله حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. هنايا من بعد ما كملت ان شاء الله الحلوه اللي عندي، كي كتشوفوا كتجي ما شاء الله كتجي رائعه. ما غاداش نشكرها لكم بزاف،
هنايا الحلوه كتجي واحد الحلوه اللي زي صراحه الله مقرمله وهشيشه في نفس الوقت. شوفوا مبوقه دايره دوك البواقات زعما كتجي واعره، كتجي زعما صراحه الله. كنتمنى ديروا هاد الحلوه هادي وتعلموها لوليداتكم، حيت هاد الحلوه راه صراحه الله راه زوينه بزاف، راه احسن من شي حاجه اللي غتشريوها من الزنقه. صراحه الله هاد الحلوه راه ما من الناس كيترزقوا بها، الله كيبيعوها والناس كتشريها هاد الحلوه هادي، راه معروفه ماشي ما معروفاش، ولكن غيعرفوها الناس اللي عندهم معاها ذكريات هاد الحلوه. وزعما صراحه الله انا بعدا من الناس العشاق ديال هاد الحلوه هادي، كتعجبني بزاف حلوه الغراف، كتعجبني كنقولوا لها حنا حلوه الغراف، كل واحد وكيفاش كيقول ليها قرملو. بزاف الحوايج اللي كي زعما متخل كيفاش غنقول لكم مختلفين في السميه. احنا كنقولوا حلوه الغراف يعني نواحي ديال كازا وداكشي كيقولوا حلوه ديال الغراف، بلايص اخرين كل واحد تاني واش كيقول ليها قرملو، حلوه الورده، بزاف الحوايج. المهم كنتمنى من الله ديروها وتعجبكم، ولعجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ومع الاصحاب ديالكم، وديروا لايك وتدموا القناة ديالي. وكنشكركم بزاف 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 بزاف، وكنقول لكم قبلوا عليا، وكنتمنى نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم يا سيدي ربي. ايوا الحمد لله هذه هي حلوتنا كي كتشوفوا، جات زوينه صراحه الله. غدا نشكرها ونعاود نشكرها حيت شي حاجه اللي عزيزه عليا بزاف، وجات زوينه اصلا خفيفه كيفاش كتشوفوا ريشه بحال هزه ريشه، يعني خفيفه بزاف ماشي شي حاجه اللي ثقيله ولا. وانا هنايا راني رشيت سكر كلاصي، درت غير شويه ما قويش باش ما تجيش حلوه بزاف. بون فوالا انا غنبقى هنا على هذه الطريقه، باقي ليا شي حبات غادي نكملهم وصافي. وكنتمنى لكم بصحه والراحه للجميع. هنايا من بعد ما حطيت الحلوه في طبسيل التقديم كي كتشوفوا، صراحه الله كتجي زوينه بزاف البنات. كنتمنى تجربوها وتذوقوها وتردوا عليا الخبر، يعني واحد الحلوه اللي ما غاداش تندمكم، كتجي زوينه وكتجي خفيفه وهكا مناسبات عيد شي حاجه هكا الناس كديها في الفطور العروسات. ما تنساوش ديروا ليا لايك وتدموا القناة. كنشكركم بزاف بزاف وليكم الشكر، كنبغيكم بزاف بزاف حتى انايا، وكنحماق عليكم وكنقول لكم تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وخليكم مع الفيديو حتى الاخر.